السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله، المهم نعود لكم القصة ديال هاد الدجاج. هاد الدجاج درتو في الفران، المهم شرملتو قديتو درتو في الفران طاب. فاش جيت نصور نقلب على الفيديو ديال التحضير ديال الطبلة، لقيته ما كاينش، وسمحوا لي بزاف 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 هاد ما طلعت مالي. المهم على بركه الله، خليكم معايا غنعطيكم المقادير والطريقه ديال التحضير. المهم هاد الطريقه راه كتجي غزاله بزاف وكيجي زوين. بالنسبه اللي كيبغي الدجاج يكون في الفران ناشف، راه هاد الطريقه كتجي زوينه. غادي يحتاج لواحد المعلقه كبيره ديال الفلفله الحمراء، ونص معلقه ديال البزار، واحد شويه ديال هذه كتبقى اختياريه، ديال الفلفله حاره كتبقى اختياريه. وغادي نحتاج لواحد جوج باكيات ديال الملحه، وواحد المول اللي كيدخل الفران. صافي، هاد الشيء. هاد الدجاج كيجي ساهل ولكن كيجي غزال بزاف. المهم على بركه الله، غادي نجيب واحد الموس وغادي نحاول نتك هذاك الصدر ديال الدجاج. كيف ما كتشوفوا الدجاج راني قطعتها من الصدر ديالها ملي حليتها، باش كتعطينا هذا الشكل هذا. صافي، غادي نجي نحيد هاد الشحيمات اللي كيكونوا هنايا. غادي نخلط هاد التوابل، ما غنديرش هنا الملحه حيت غادي تحط نيشان على الملحه بلا ما ندير ليه الملحه. مي غادي نرش غير بهاد التوابل، في معير فلفله حاره وشويه البزار والفلفله حمراء او تحميره. صافي، غادي نحاول نتبل هاد الدجاج اللي عندي، ندخل فيه هذيك التوابل. صافي، وغادي نقلبو، نفس الشيء غادي ندير ليه. صافي، كيف ما كتشوفوا غادي نفركو مزيان بهاد الفلفله الحمراء وبهاد البزار والفلفله الحاره، راه كيجي غزال البنات. نتمناكم تجربوه وترجعوا ليا في لي كومونتير. يعني ساهل كديريه وما كيشدش لك حتى الوقت في الطياب. صافي، غادي نمشي نغسل يدي ونرجع باش نكمل معاكم. من بعد ما غسلت يدي حكيت واحد كنوره او واحد ضويمه ديال البنه، كنحك عليه غير من الفوق وكنخليها هكذاك. صافي، وكنجيب هاد الباكيات ديال الملحه. غنديرهم بجوج، انا ملفه كندير ديك الملحه اللي كتكون حرشه بزاف، كتكون بحال شكل ديال داك الحجر الصغيور. مي دابا ما عنديش، غادي نكتفي غير بهاد الملحه العاديه ديال الطياب. صافي، نحاول انني نوزعها ونتاكد بان مبقاتش مكوره. صافي، غادي نبدا نقاد فيها بيدي باش نتاكد بان مبقات عندي حتى شي كره ديال الملحه. صافي، نبدا نقاد في الملحه اللي عندي في هاد المول، نحاول نوزعو عليها كامله باش لحطيت الدجاجه اللي عندي ما تبقاش في، يعني ما تكون كلشي واصله الملحه. الدور ديال هاد الملحه انها فاش كتسخن كتشد السخونيه بزاف وبالزربه كطيب لينا الدجاج. صافي، كيما كتشوفوا غادي نحطها على هاد الشكل هذا. غادي نجيب الورق الغذائي، غنديرو هو الاول
وندير فوقو البابي الومنيوم صافي، وندخلها للفران ونخلي على نار مهيله حيت مازال الوقت يلاه 3 دابا، ونطيب على خاطرها ونخرجها. كيفما كتشوفوا معايا من بعد ما غطيتها بالورق الغذائي غندير واحد ثقب هنا الوسط باش تصيب كيفاش تنفس، ونعاود نغطيها بالبابي ألمنيوم. صافي غندخلها للفران كيف ما كتشوفوا، غنخليها على نار مهيله حتى كيطيب الدجاج اللي عندي، وندوز باش نحضر واحد البيتزات كيجيو زوينين بزاف وسهلين في التحضير، يعني حتى لاخر لحظه تصيبيها توجديها. المهم غادي نحتاج هنا واحد 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض او الفورص، القياس ديال الكيسان ديال العنبه، وغادي نحتاج لواحد الكاس ديال الفينو، غنحتاج شويه ديال الملحه، واحد المعلقه ديال الزعتر، معلقه ديال الخميره الفوريه، واحد المعلقه ديال السكر سنيده، والماء يكون شويه دافي. صافي غادي نخلط هاد النواشف كامله بوحدها، كيف ما كتشوفوا ما كيصحاب لي ما سجلتش ليكم ولكن هو راه تسجل. صافي كنعاود كنخلط هاد المكونات كامله وكنخليهم على جنب، وكندوز كيف ما كتشوفوا الطاجين ها هو راه كيتشحر، غنخليه حتى يتشحر مزيان، وغادي نخضر عير باللوبيا وشويه خيزو. صافي من بعد ما خلطت البيتزا اللي عندي كندير لها العجينه بحال على شكل بوشيير. صافي كنجيب هنا واحد الكاسرون كندير فيها الماء غليان، وكنجيب اللوبيا اللي كان سبق لي راني نقيتها ودرتها في المجمد. صافي كنديرها في الكاسرون كنخليها فوق النار عير كتطلع فيها الغليه، وكنحيدها من فوق النار حيت مازال تابعه الطياب في الطاجين. صافي كيف ما كتشوفوا معايا العجينه هي راه وجدات من بعد ما خمارت وليت حيت من داك الهواء، وليت عاود تخليتها حتى خمرت المره الثانيه. غادي نحتاج هنا الدنجال كيف ما كتشوفوا، من بعد ما درت له شويه الملحه كيولي كيحيد منه داك الماء اللي كيكون حار كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نحتاج فلفله حمراء وفلفله خضراء، وغادي نحتاج واحد البصله غادي نشحرها في الزيت وشويه البزار وشويه الملحه. صافي من بعد ما كنوجد كلشي وكتخمر لي العجينه كندوز كنقلي الدنجال عير نص قليه. صافي وكندوز باش نوجد واحد شويه ديال لاصوص طوماط، انا هادي عندي جاهزه، غنضيف ليها عير شويه ديال الزعتر، غادي نجيب واحد الكاسرون ندير فيها واحد تقريبا المهم عينك ميزانك، انا غادي ندير هنا تقريبا واحد 4 المعالق كبار. غنضيف ليها واحد شويه ديال الزعتر
وتقريبا واحد المعلقة ديال السكر سنيدة، صافي. غادي نحطها على نار مهيلة، غير شوية تدوب لي داك، يدوب لي داك السكر سنيدة، ونحيدها حيت هاديك المطيشة ديجا طايبة، صافي. وكنجيب الفينو باش غادي نبدا نقرص في هاد العجينة اللي عندي ديال البيتزا. كيفما كتجي كتشوفوا راه كتجي خفيفة بزاف، بحال العجينة ديال الوشيار اللي سبق لي شاركت معاكم. يعني العجينة ديال البيتزا قد ما كانت خفيفة قد ما كتجي زوينة، صافي. غنحاول نبقى نجمع فيها حتى تعطيني واحد تاخد واحد الشكل كروي، صافي. نستمر حتى نكمل هاد العجينة اللي عندي. صافي كيف ما كتشوفوا، من بعد ما ساليت غادي نجي هنا نبدا نقرص في هاد البيتزا اللي عندي. غنخليهم متوسطين، ما نقرصهمش بزاف، نحاول اني ندير لهاد الحركه هادي باش تجينا متساويه في التقراص، صافي. غادي نستمر حتى نكمل التقراص، غادي نبداو نشوفو التزيين. صافي، من بعد ما ساليت التقراص ديال العجين ديال البيتزا، كيف ما كتشوفوا تنجيب هذيك لاصوص طوماط اللي سبق لي غليت فوق البوطه، صافي. كنوزع على هاد البيتزا اللي عندي. المهم هذيك القياس ديال هاد العبار اللي عطيتكم ديال الدقيق، خرج لي 6 البيتزات متوسطين، صافي. وكنجي هنا غادي نبدا نزين في الفلفله، وحده خضراء وحده حمراء. التزيين تيبقى على حسب الذوق، كل واحد كيفاش كيبغي يزين البيتزا ديالو. هاد الفلفله راني ما مشحرها ما والو، كنقطعها رقيقه شويه، صافي. وكنديرها نيشان بلا ما كنصوطيها في الزيت. هنا غادي ندير نص ديال الدنجال ونص ديال الفلفله، باش كل واحد ياكل فيها، ياكلها هكا وهكا، ما بغيتش ندير كل وحده بوحدها، صافي. من بعد ما كنستف الفلفله والدنجال، كنجيب هاد البصله، كندير واحد الرشيشه خفيفه د البصله، صافي. غادي نستمر بحال على هاد الشكل هذا حتى نسالي البيتزا اللي عندي، وندخلهم الفران ونخليهم يطيبوا على راحتهم. الفرماج ما نديروش دابا حيت مازال الحال، غادي نطيب البيتزات ونخرجهم من الفران حتى يقرب الوقت، عاد نشعل الفران وندخل البيتزات ديالي ونرشهم بالفرماج
وديك الساعة يكونوا جاهزين وناكلهم سخانين. صافي هذا هو الشكل ديالهم. انا دابا غندخلهم للفران ونخليهم على نار مهيله حتى يقرب الفطور ان شاء الله، وعاد نزينهم بالفرماج وندخلهم عاود يذوب داك الفرماج وصافي. وكيكون كيكون الفيديو ديالنا راه قريب يتسالى، وكان هذا هو الفطور ديالنا ديال هذا النهار هذا كيف ما كتشوفوا، يعني بيتزا طاجين بريزو اللوبيا واحد القريعة كورجيب، وهادو لي كيش اللي كنت سبق لي شاركت معاكم، وهذه هي بيتزا ديال الفلفل والدنجير كتجي رائعة البنات، نتمنىكم تجربوها. والعصير كان عير بالمونغو والليمون. وكنقول لكم البنات الا كنتو جداد في القناه ابوناو معايا وبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.